الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أي أخوة في الله، موضوع أي كساب سنطع الندوذ وموضوع اللوغ بعي خاصة وقت أن هذا عن كترنه وهو نقضي موضوع الشيعة أما الرافضة مواضيع ذا وقوم مهم سن اللو باهي هاي ضدكو إني حقيقة دي سوقادا أما خطرها أقوب بدن إيمان تدين تينا هاي ستا إنو يهي مذهب كالرافضة حوبا هي مركا إن واحد بدن كوجا إنه حقيقة دي سسي إنه خلد من ومن باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. الشر كان برتي وخير ككبرتي سياني سجيل عليه روحي أن شركي خير ككلبرانينا وأكون عيا شركي سجوا خير مودية أيو كون عيا كدعية. أن مرر بدن بار مقلينا يقول لقاه ليو شيعة دا لقاه ليو الرافضة دا ضد بدن أو لقط المامة هنا يهين محللين محللين أو سياسيين أما أقويه هنا يقول رجع هي أو كه ليو موضوع شيعة دا الرافضة دا خاصة مركو حدث أمر دعضة دعضة سقول لقوة رئيساني إن بدنو إيجا كم إذا ما يقانان مذهب كشيعة كفكر أهان كمبدأ أهان كعقيدة أهان ما يقانان سيدة صدرات هذا الكود التحليل كود وحكوة رئيساني جوانب سياسي ينفع بكوة رئيستان ما يقانان مذهب. وحانا لينا ذا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، شيء ينا حكمته وحو فرع كيا إن أدرت شيء الصورة يسطه إن أدفهنته مذهب كان محوية هاي محو قلا محو قدا محو ديب ليا محو ديف ليا هاي محو ديب وصوك جيستي تاريخي استمحي أهي مركاد أغاد تكيدي بات كهال لي كرتا وآت شيء حكومي كريس. مخاطر الرافضة خطرها أي لذا الرافضة دو طبعا علماء كهل دون، لكن تاريخ ذي ذو أما شيعة أدي أن وحي الكتاب أنه سيدا نكسونا النبي جينا صلى الله عليه وسلم مركو قيريو ذي حلك مسلمين توحى قبطيو اسكرا عين نبي صاحبك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الصحابة دون أرنكا اسكمين خلافين إني يصاق أقوفة دي بدنانا وأقوم مدنانا اسكمين خلافين. أبو بكر مركو قيريون يي أيوب بلامي بلام بوكتغي دردارم بوكتغي حلك إنو أقدم بيو عمر بن الخطاب عمر با حلكي سيدا كو قبتي إساقنا أمدو وإسكرا عضي وخلاف يمر مجر دوري طبان كي سنة وحلك هايي ومدوا إسرع سنة. عمر رضي الله تعالى عنه وكيل الرواعي سقو صلاة صبح تجينا يا مسلمين وكي أونينك قال كي تريد كنفت يا دونكي عمر مركي تريد اللي قلوا فتو دعو عمي ودريمي إنو خطر كتيره وهاليسي هاي أيو حلك وحو أدر دار مي إني كتا الشدان لحنين وصحابة الرقي أغو فضي بنا كمي ذا لحدو دي هدي تشدين صحابة دي كلان الله تشدين وحي كود عضي نصيب كوحو كود عي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه سيداسو عثمان نكو قبتيو سقونا وقت دير مسلمين تكوه قامني نبي قوحو سيد المامي صلى الله عليه وسلم عمر انت او تشوغو
إنينا أمدا فتن كفر مينين حديث كحذيفة صحيح كويمت وحكويري فتن كبل إيقورا عمر باوي ديني مركز وحكويري فتن كي كوا يري يركامركو أقور روي لكوا مرّب كوا وين مرّب وحويري أديق إيو فتن كاسي إريد با إذين دحي سبور إريد حران مركزوري إريد أمي الله فوري دونا مسوال لتشبين دونا حذيفو ما يوال لتشبين دونا بود مر به دليل لتشبيه دب دم بالله حري ما يبود عمر عمر هو قرن يا مركز إريد داسينو يسقي نبي صلى الله عليه وسلم عليه وحكسي والرمي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه مركو تشنده أقو بشارين يرق وكم يدي هاي نبي صلى الله عليه وسلم مع بلوى تصيبه مصيبه كل عدونته ايو النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم عثمان سنديه هوري حلك او هاي خلاف يدي ما ايماني لكن سنديه قدن بي حلكيسة المسلمين تاو خليفك او هاي مسؤولك او ها مركز اوحى باللابتي كعظمه قار بضاني اي كو قبانيان شيغشوين سياسية حقوق أي شيء جنا يا ويخليف ككثير سنة يا كعذو ماذا نوع عسى مركي دم بوحي كنن إن أي دلان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سوى دار الخلافة كتير ماشي ومسلمين توجه كه جامين مقالة المدينة أي وقالين وان الدلان كوحد يدي شيء وكعذون كسميس وخوارج يو بلاي يسوق شري مركي خليف كي دلين وحي كذب علي بن ابي طالب باحيل كاللورد لي بوقبتي هل كا وحي كبل لوضة مسلمين توحى كفر مي عهدي يا وقتي فتن فربضان يا خلاف بضان حمبارسن كو حاك عي كعظم هذا النوع عصو كلا سيدا حقيقة مين أنهين كعموض كعذوم إسك الدبيعي ما هين والظاهر كصي موج سنة يانون حقوق يدولة دوح كتر سنة لكن وحي أهين كعذوم أي كذب بيان قعمو ضنك له ودون يا مسلمين تدجنا شو هذا يدولة ده يأمن جودي يدين توده بين ديبو جيستان كعذوم هذا سمر كي كأنه ديب كسيمت وحو أها ذلك عثمان مر كوحو أها سيدا إليه العلماء الشيخ الإسلام ابن تيمية غيرك فتن كواوين المسلمين تكفر مي تي أجوه الرئيس وحي أهي دلك عثمان به فري النقطة مركا فتن كي كدن بيوم مرحلة ذا مركا وحوقا كعضون كتيرو أيا وحاس وبحي نين ليلة عبد الله بن الصبا ويهودي أها أسل كيس يمن بو كسو جيدا يحيرو كسو جيدا لبدا واليدا لك اصل كيس يهودي بو اها و هو موجستاي انو اسلامي اسلامي موجستاي لكن اسلامي مدا او موجسانيو دب يا داعدنما ما هيني منافق بو اها زنديق دينته كو غبناي سي او دينته اسوغو غودهيده كو جيرو او يلالينايسو او اسلامي مدا isku ilaalinaya hadana inuu diinta gudaha ka dumiyo ninka isaga waa ninka loo tiriyo firqooyinka shiicada firqada ugu horeysa isaga loogu abtiriyo ee la yiraahdo as-sabaiyya as-sabaiyya wa awwal firq shiica waay waxaana loogu abtiriya abdullah ibn saba ninka yahuudiga baa loogu abtiriya ninkaasi نين وحو أها زنديقة ودين تأينو فسادية وشددي سوائيه سيدا قرانا النبا دين تأول ليمت نبي الله موسى عليه السلام توريد إنجيل نبي عيسى ليمت وحا فسادية نين لديه جيري بولس أو أسل كيسو يهودي أها او شيكتي انو دينتا النصارى دا سو غلاي و هو سو غلاي اساغو انو فساديو دينتا خربو
wuxuu muujistay inuu diinta nasaarada soo galay kadibna wuxuu bilaabay inuu diintii gudaheeda ka fasaadiyo rasaaishan hadda kristanku ay haystaan ay leeyihiin waa anaajiil oo waa injiil ninka sameeyey waa bidac fara badan iyo khuraafaad fara badan iyo shirkiyaad diintiiba badashay ayuu u keenay nimankii nasaariya kristan ahaa cabdullaahi ibnu saba marka wuxuu rabaa inuu ciyaaro kaalintii uu ciyaaray boolis oo diintii nasaarada isbeddelkii uu ku sameeyey inuu isaguna diinta islaamka ku sameeyo isagoo gudaheeda ku jira inuu haddana diinta kharibo nin noocaasuu ahaa waxay leeyihiin marka culimmadu xilliga ay bilaabatay shiicadu ay bilaabatay taqriiban shiicada marka la yidhahdo laba nooc weeye shiica oo aan aada u sii fogeyn oo waxa la yidhahdaa shiicada dhexdhexaadka ah iyo shiica qaaliya baa kala jirto sii xagjirsan oo xadgudubsan middan raafidadeen ka hadlayno waa middaa dambo waa niman xuduudda tilaabayo xadka aada uga fog waa xuduudda dhaafayo fog waa tashayuca noocaasa culimmadu waxay leeyihiin wuxuu bilowday sida ibnu xasmi iyo sheekh islaam ibnu taymiya iyo qeyrkoodba wuxuu bilowday leeyihiin saan haddaba sheegnay cuhmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu waardaa xilligii uu muslimiinta u telinayay sannadihii u dambeeyey ayuu madhabkaasi bilowday bay leeyihiin ma ku dhibanay fahamka ereyo badan oo luuqadda ingiriisiga ma aragtay in akhriskaaga caqabad ay hortaagan tahay macmiil si aad taasi u xalliso adeega aqoonmaal waxaad ka helaysaa barnaamijka ereyga maanta word of the day kaasi oo aad maalin walba ku baranayso erey cusub oo macnihiisa iyo adeegsigiisaba lagu sharaxayo bil walba dhammaadkeeda gal imtixaanka bisha ee ereyadii aad baratay oo ku guulayso abaalmarin qaali ah ereyga maanta waa fursadda kobcinta kaydka ereyadaada luuqadda ingiriisiga si aad u isticmaasho qor ereyga weed una dir 150 tayib sidaa waxaa ku waafaqsan rag badan oo baaxithiinta oo mucaasiriina iyo kuwa horaba saasay iyaguna qabaan waxay inta badan qabaan fikirkan shiiciga ah ninka dhagax dhigay ee asaaska u ah ee mu'assiska bilaabay ah inuu yahay cabdullaahi ibnu saba ninka yahuudiga asalka ahaa diintana u soo galay munaafaqnimo iyo inuu dumiyo ninkaasaa asal ahaan bilaabay fikirka shiicada keliyata culimmada sunnadu ma qabaan inuu bilaabay rag badan oo maraajicda shiicada ka mid iyo kutub waaweyn oo kutubtooda ka mid ah ayaa qirsan inuu cabdullaahi ibnu saba uu bilaabay madhabka shiiciga iyo raafidada tayib madhabka shiiciga ka madhab ahaan ka fikir ahaan ka caqiida ahaan dabcan maraaxil fara badan buu soo maray hal mar ma dhalanin sida madaahibta iyo firaqda iyo kooxaha iyo afkaarta caqadiga ah inta badan hal mar ma wada dhalato taraakum bay samaysaayo qayb baa timaada qayb kalaa ku darmata qayb kalaa ku darmata mar walba oo ay sii jirto siyaadaad iyo waxay qaadataa in bidac fara badan gadaal lagaga daro laakiin yacni shiicada hadda aan ka hadlayno oo muxuu ahaayey muxuu ahay raafidada ah saan tilmaannayba ninkaasaa asalu ah oo fikirkooda bilaabay wuxuuna gabaad ka dhigtay markuu bilaabayey wuxuu gabaad ka dhigtay ilaan wuxuun waa inaad gabaad ka dhigato dadka ku khalado wuxuu gabaad ka dhigtay aalu beytka nebiga aalkiisa sallallahu calayhi wasalam xaqoodii baa maqan xaqoodii baa la dhacay xaqii aalu beytka la soo celiyo jacaylka aalu beytka aalu beytka xaqooduna waa xaq weyn shaki ma leh muslimiinta oo dhan waa waxay isku waafisan yihiin nebiga aalkiisii iyo qaraabadiisa xaqooda in la ilaaliyo la jeclaado xuquuqdood badan inay leeyihiin taasoo quluubta muslimiinta ku jirto marka wuxuu ka dhigtay gabaad iyo inuu isku ka dhigto muxuu ahaay shay uu muxuu ahaayey uu ku shaqaysto mabaadi'da waaweyn oo madhabka shiicada asalka u ah isagaa bilaabay waxaa ka mid a mathalan cali ibn abi taalib imaamnimadiisu iyo madaxnimadiisu inay waajib ahayd mansuusna ahayd oo nebigu sal alayh wasalam uu qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen cali inuu nebiga xilka uga dambaynayo inay nas tahay
عالي مدح نمديسة إمام نمديسة عبد الله بن الصبابة أجوه الرئي وحف قرضا كان وأنا ما بدأ مباديده وأوين هذا فكر كان رافضة وكفر ليه مباد أفكارته كان وحا كم إذا معتقداته كاني نبي كستي الرسول كسا وصيب لهانشري رسول كستا وحو لهانشري عد وكدر دارمو وحلك أدر دارمو وهوش أقدم بي نبي محمد نوصي يجيسو علي بوهابوش فكر كان إستقع أهرهي وأنا مبادي ده رافضة ده عقيدة ده قار كم دوه وحو بلاوي وأفكارته بلاوي كم ده إن لنعنده وحلقشيه لنعه لقبري النقضه أبو بكر يا عمر يا عثمان صحابة ده انتو ديك لوحي يرمويه وحكيني عبد الله بن الصبابة بلاوي وأنا مبادئ أساسي الرافضة يا شيعة وحكيني فكر ليلة علي بن أبي طالب ما أصن لمنين لكن كرب الله قاضي الصمد الله سيقاضي كذبنا وصان نقن دونا يدب الله سعلين دونا عدو قيسان وكأرق وصان دونا مسألة الله يقانو الرجع صان نقشد وحاب اللابي عبد الله بن الصبابة باللابي وأنا أفكار الشيعة يا مبادئ ذو دقار كمي وحب اللابي وحل إلى هذا آل بيتك علمي خاصة هيانو ومدو أين اللو ذاقي وحين صباح هذا حلي علي بن نورابا صحيح البخاري وكا كتمت علي بن أبي طالب اللو يدين يوم علمي خاصة ومدو أين إذن لقب إيا وحان قرآن كاهين بو نبي إذن كتغي وكا كتوابي ما يا قرآن كا يوحي الله كفانسيو إيه الصحيفة وحي كقرا وحانا هين أنك قونين وقما وحق قونين وقون ومدون لقب المجرته مركا فكر كان آل بيت كعلمي خاصي هيان وحا أبو ري عبد الله بن الصبا نكا يهودي قابا أبو ري وانا أفكارتا رافضة ذي كمت المهم وحويان أفكارتا سمركو كاني قبادنا وكردقنا يو آل بيت كحقوق دو دي هلر هذي وقباد كردقنا يو أرنتاسي مركا وحين نقطي أرين ضد بدن وجهلاء وإسكنيت في عن إسك عاطفة يسان أي إسك قاتان وحارين ده سيحو شيء وتي أيضا علي علي المركي عثمان لدلي علي وحلك قبتي خلاف بايم تقالك السفين بعد عي تقالك جمل باكوري قضية دي تحكيم كلي ده ذو محو هاي بلين له شيء أو بعد عدي كذب أرنتي حسن بن علي بن أبي طالب إيوه معاوية هشيي مدر لباتن سنة تقريبا با أرنتو دكتي وديبكي لقب حي مركو ديمتي معاوية أيو حيلك وديبي ويلو دالو ليجرزي يزيد بن معاوية يزيد كا مركو حاكوب حي حسين ابن علي بن أبي طالب حسين مركو كوب حي حسين والد لي سيحن باولي باللود لي دل كيسة لو كو حد با اسكا كاشده كو حدي اسكا ايه داي او شي عدي ساهي مركي وصوبح او ايه متقرب كيسة كبحي نمان كي كسو هرچي دي با ميل عدلاه كهلو حسين كود دلي حسين مركي لد دلي عرب بضان با ابو رانتاي وحي حوچي سي فكر كي او ابو ري عبدالله بن الصبع اي يهودي اها اي آل البيت كينو كو قبضو افكارتي سكوفا فصدا كدبنا سيداسي كوفافتي او فكردن تداتو اي داتكو هشو اتباع كوهش او اي كوهر جشي مرك فكركو مرك اسل كيسة قبات كاسولها وفكر اسل كيسو زندقاء يدين لآن يدين تهلا بربوريا كوساليسا وفكر اسل كيسو نينكا يهودي كا كسو تشيدا وفكر زندقاء دي منافقين تو اي اسلو يهين لقب كان ليلة هذا اما مقع ليلة هذا الشيعة هذا الشيعة مركا هوري ولا استعمال جري عهدي هوري لكن شيعة وحلو استعمال جري إنك ضدك الرعسن ضدك أوهي اللي ضدك أصحاب تسابة شيعة اللي يجري شيعة هذي عهدي هوري حل هوري أدركته لازم ماها شيعة عدن دبين كه الله إن إني نقطه شيعة عدن دبئ حق شرك إيه يعني سيف وقاتي إيه ماذا أفكار تخربني هذا الشيخ وكور ربي دونه قبطاي دبي كتم إذا حل يدا هوري ما إينن شيرين شيعة لقاها الله يوم كذلك بيكتم رافضة سيدي كتم رافضة
عهدي جاه هور الرافضة ده وحال ليه تجري الخشبية ليه تجري كتبته هور كتبته هور الخشبية لو يقانا الرافضة ده دي بيكتيم وعاجرة الرافضة ده كوح راسي ديب كإيمان دونتي معتقدات كشيخ وكور رمي دونه إسكالي مبادي ده وحا كمي ده مدام إنو دي أهل بيت كي قبات كاريكتان لبي يطبن إمام لبي يطبن إمام او آل بيت كقار كمي ده ونرمان توضا هاي أيي كاريكتان إمامية كاريكتان معصومين لبي يطبن كإمام علي بأوه الرأي الحسين بن علي ويل كيسي حسين حسن باكوحيكا الحسين بن علي باكوحيكا ويل كيسي علي بن حسين زين العابدين باكوحيكا طيب ويل اللبويل بولها مرك ننك الليلة هذا زين العابدين لبويل بولها محمد الباقر إيا زيد لبدا صورة زيد نين عالم أبوها محمد الباقر نين عالم أبوها انت نرى كل علماء السنة علماء السنة ولكن شيعة ويسك شيعة وينا كبين أبورتان زيد ابن علي ابن الحسين محوة هاي زين عابدين أور دلي أيام مركة وحويان محوة هاي وحد عضي إن أو كوح بار عضي وكوح بولهان شري كوح دي سي أيام مركة وحي لغو مقعابا شيعة قيبت الليداد الزيدية دواي الزيدية وكوح دا الشيعة دا وإن تبضى يمن أو بضن وشيعة كوحه دا كوح دا أهل السنة أقول دواي وأتباع زيد بن علي واحد. قلنا أن رافضة الليلة هذه هذا موضوع كسب سيء هاي. أيقون حرتي سيء هاي. لكن وحيكون هذين زيدو أبو بكر يا عمر نع كبر النقو. ورانو أبو بكر يا علي يا عمر كبر النقو ما يا عثمان علي باكفض لبضن وصحماها علي باكفض لبضن لكن وخلفه وداد خير بدن وداد وناكسن ملا عنضيو من عايو ونبي محمد أصحاب تيس ما عايز يصوما أنقونا كديد نبي لهم أنقونا كديد ني رافضة معلالها رفض قوة ديدة وقولة دي ديدي واي محي ديدين وحي ديدين شيخ خودي زيد بن علي وحي كديدين أبو بكر يا عمر كبر النقول لعنض وكفقو ديدي مركو يرين أنقونا كديد نبيله رافض هالكاسي كوب اللعبات سيدا صدرادير مركي هالكامران زيد ويكالي حانيا وحي قادان ايان نينك اللي يلاد علي بن حسين ويل كي سلبات ومحمد الباقرة جعفر الصادق بوصير علي موسى الكاظم بوضع علي ويسير راع ايان نين اللي يلاد ويل البضن بو إساقو لها لكن علي بن موسى الرضا نين اللي يلاد يسير راع ايان إساق مركي كقدبان ويل كيس محمد بن الجواد بن راعيان إساق مركي كقدبان علي بن محمد بن هادي وويل كيس أبي راعيان إساق نوحو دلي الحسن بن علي العسكري أيو دلي إمام كلبية طبنات أيو إساق ندلي ويل ير وعرورة إساق يو دنتي بالي لا قارنة مبتشري ده وإمام كلبية طبنات اللي وضو لبية طبن كودة إمام الشيكتان أئمة هوري وأئمة السنة رجال التريي انتو ده بدن ائمه دي سنده و ائمه دي سنده ان با ايغو اسكا تيرسدين 12 كان ائمه كم او دنبهيا waxay qabaan godbu galay godbu ku jira wali waa nool yahay aakhiru zaman ku soo bixi doona waa mahdi markuu soo baxana wuxuu ka argoosan doona ahlus sunnah taas markay nukanniman oo abtirkaas ائمه ay u sameysteen iyo وحي أئمدا كرم يزين شيخ كهل الدونة وحدونة وحي إيران كتابته فارسيين ته نما قال لي هذا إيران حجابي كسو جلين شيعة فارسيين توحي كسو جلين فارسيين توحي أهان شرين إيران توي إمبراطورية الدولة حق بدن ولا بدي الدولة ده حيل جا أقول حق بدنا الدون كي كمل هاي روم هي فرص بيا هاي فارسيين تا دولت دو دي وحا بربوريي مسلمين تا بربوريو اللو وريجي يجينا إسلاميي فارسيين تو ولي قد بوحي قبل مركا عقدد إن أي سوء عليان وحي لديه تشري فارسية يعني فارسي نمو شعب كي غير فرص إيا مجدقي أن لهان تشري أن ديبو سوء علينا الرميسنا حتى يقوم مسلمين أرنتي إيادا هيدبا مركا وحي كهلين إن أي قبات كردكتان مذهب كان شيعي رافضيك
كيبي قاتين مرك كيبي قاتين أو أي يعني محوا هاي قرب كديكتين سيدا استرادت رافض الشيعة هذا الشرتاي الرافضة هذا الشرتاي إيران بأساسه إيران بأساسه وحاقدر مركا شيعة نبدا وحاقدر فارسي نبدي أو عرب نعيبة أو إسلام نعيبة أو إني سعيليان وحي لديه شري فرصتي أود لهذه أدونك كتشرتاي إني ديب سعيليان مجوسية هاي diintan waxooga uun aalubeyd iyo waxooga uun ay gabaad ka dhigtaan inay ka haystaan taa iyada ah ayay ku qaateen su'aal iswayd inay arintu sidata waxaad ku garanaysaan marka laga yimaado Cali ibn Abi Talib iyo Hassan oo wiilkiisa ah uma weyneeyaan sidii Hussein u weyneeyaa Hussein markii laga soo tago Hussein dumar badan buu lahaa caruur badan uu dhalay abtirka aaymada waxay mariyeen haweenay faarisiyada oo uu qabi jiray oo eeraaniyad ahayd oo uu dhalay boqorkii furus ugu dambeeyay markii furus la qabsanay boqorkii ugu dambeeyay sadajir la dhigi jiray gabadh uu dhalay oo la dhigi jiray shaah zanaan la yiraah shaah zanaan yani malikatu nisaa gabadhno caaso adoomadii la soo qabsaday kamid ah abuu xuseen guursaday xuseen ibn cali ibn abi talib gabadha markuu guursaday ba waxay u dhashay ninka la yiraahdo al Hussein ibn Ali bay u dhashay Hussein ibn Ali gaas bay markaa raaciyeen aaymada imaamiyadoodu Hussein ibn Ali oo gabadhii faarisiyadu ay dhashay bay mariyeen iyo caruurtii u dhalay bay ka dhigeen su'aal ba isweydiin li Ali ibn Abi Talib caruur kaloo dhalay oo Hassan iyo Hussein ahayn maxay meesha uga saareen Maxamed ibn Hanafi oo kale su'aasha labada isweydiin tale حسن إيه حسين حسن باك فضل بنا كان ويناي محي وينين تأنت على وجوس مين وين مدة حكت ويا حسين لفتيس عرورته على وين بنا يانه محي فارسية ده ناكتي فارسية ده هاي سلانتي فارسية ده هاي كل جد عرورته ده محي وقعد لجان أي ماذا ماشي وحاج كتير تمر كان نزعة شعوبية أو فارسية كتير تا مسألة ده سنة ومسألة حد إسكعدوي مر كان سوق قبل كبيو إن jiritaanka hadda raafidadu Iran ba asal waa Hizbullah Saudiiga mantiqada leeyahay gobolka bari ama mantiqada shamandiga sharqiya ayay ku nool yihiin Yemen nimanka leeyahay Houthiinta way muxuu ahaay mantiqadeenan iyo yaani East Africa ila geeska Africa taqriban Kenya gobolada saaxilka ama gobolada xeebta bay jiritaan ku lahan jiray maraakiis ku leeyahay meeshan Nairobi markaz weyn oo center thaqafi ah bay magaalada Nairobi dhexdeeda ku leeyahay oo ila waqti hore ay lahaayeen tayib inta markii laga tago Ethiopia intan ka warhayo nashaad badan kumayna lahayn laakiin gadaal dambe waxa ku soo kordhay niman la yiraahdo al ahbash wa firqa dariiqooyinkii suufiyada kamida laakiin hadana ku tirsan raafidada iyo shiicada ku tirsan أنشطة فربضان بيكا ودا أنظمة ميشة كتيرتا قرب استاكتي مسلمين تسنقة إثوبية كتيرة مدى فربضان قضايات كي كم مداهرادين بيقايب كمتا واشي عادي يوهل كانا كسوكشي سوماري دي يديقا مدي دانا إيادانا نشاط بيكولي هنا ويق غالين سودان أوكالي وادا ويد بي إيران لصم يستن حرير لصم يستن دور سنو مركي للا هايين حرير دبلماسي أو سفارات أفورين nin culimada kamada ii waramay oo suudaanta wuxuu yiri dhowr sano markii uu jiray xiriirku jiray suudaan waxay ku baraarugeen 12,000 oo shiica ah ba dhowr sano gudahood oo suudaaniyiin hore uma jirin magrib oo magrib al-arabiya xiriir yar markaa la sameeystay waqti dhow waxay ku baraarugeen dadkii oo shiicoobay oo nimankii ay qaateen waa kan markii dambe xiriirka jiri doona Soomaaliya markaanu imaado ma jirin Soomaalidu ma aqoon wax leh raafida iyo shiica iyo waxooga waxa jiray caqaaida shiicada iyo raafidada qaar kamida oo dariiqooyinka suufiyada u soo maray waa jiray wax farabadan bay isaga taathureen laakiin ma jirin fikir shiici ah oo raafidi ah oo dhulka Soomaalida ka jiray Soomaalidu taqaan ma jiraan gadaal dambe waayahan dambe oo fikirku faafayo dhul badan uu qabsado muslimiintu lahaayeen oo Iraq qabsaday oo Yemen dagaal ku hayo
oo suuriya qabsaday oo muxuu ahaayay dhul badan uu qabsaday ya oo lubnaan qabsaday ayaa hadda faafintaas inagana wax inaga soo gaadhay waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya meelaha ay ka soo galeen waxa ka mid ah magaalada Muqdisho waxay ku leeyihiin hay'ad la yiraahdo jamciyad la yiraahdo Khumeini la yiraahdo oo magacii odaygooda wadato odaygii u dambeeyay sawradan ba aasaasay magacooda wadato waxay ku leeyihiin kulahaayeen center ay ku magacaabeen dadka lagu kaalmeeyay oo waa caafimaad marar fara badan waxay sameeyeen inay dhalinyarada isu keenaan oo zawaajka jamaaciga si wada jira wiilal iyo gabdho isu guuriyaan waa dhaw markii safaaradda Saudiiga weerarkeedii uu dhacay ayay dawladda Soomaalidu ka saartay oo tiray baxa ku tiray laakiin fikirkoodii wali waa jooga dad raacsan waa joogan ayagiina ma madna gobollada kale Soomaalidu digto nashaad muuqda ma laha laakiin shaki ma laha waxa weey kama madna waxyaalaha mudan in la tilmaamo waxaa ka mid ah arda fara badan oo Soomaali ah baa waxay siinayaan scholarship ama minax bay siinayaan ay Iran ku tagaan Iran markuu tagana xataa hadduu saynis baranayo hadduu caafimaad baranayo waa in fikirka shiiciga wax uu ka soo xambaaro ciyaalka la qaadayo iyagoo shiica bay soo noqonayo Soomaalida dibadda jirta qaar badan Ingiriiska baa u badnaadeen qaar ka mid ah waxaa jira fikirka qaatay oo aad ku arkaysan social media ku arkaysan almuhim warka gabagabadiisu waxa weey waqtigii waxaan ku darsaday warka murtidiisu waxa weeyaan nimankaasi shalay say gabaad uga dhigteen aalubeydka innagana waxay gabaad inooga dhiganayaan oo meelo badan markaad aragto gabaad ay ka dhiganayaan shaaficiyana shaaficiyana Soomaalida dii leeyahay shaafici baana waa soo istaagay qoliyaha qaarkood waxay ku leeyihiin markay ogaadaan inay dariiqooyinkii qaadiriye yihiin waxay ku leeyihiin qaadiriyana qaar waxay ku leeyihiin weysiyana qaar waxay ku leeyihiin waxaan nahay zayliciyana qaar dariiqooyinkii magacyadoodina waa sheeganayaan si loogu soo istaago madhabkii fiqiga Soomaalidu lahaydna waa sheeganayaan si loogu soo istaago marka soo istaagtana waxay kugu sameynayaan Sheekh Maxamed baa ka warramay doon laakiin horta dabankii lagu soo geliyo waa waana niman xariifiin oo waxaad aad hadda ka hor anigu Safiya Marwa dhexdeeda marayo dawaaf ku jira sacyiga ku jira oo buurta Marwa korkeeda saaran baa iyagoo saddex bay dhinacyaha iga galeen arab jiichoon bay ku hadlayaan markaas waxay yiraahdeen walaalana alakh min weyn xageed ka timid arinku xageed ka timaadeen baan ku wariyay markaas waxay yiraahdeen muxuu ahaay aljumuuriyal iraaniyal islaamiyan kan nimid aad wax ka timaa u sheeg markaasay bilaabeen inay yiraahdaan walaalaan nahay kanaan nahay war waxa walaalo ma nihin aan idin ka cibaadaystaan ku xataa waxa weeye meesha xataa kugu baajin maayo marka markaa dabinka soo gasho adoo miskiin oo fikirka aqoonin iyo waxay nimankan yihiin marka intaas iska caadi foto lagu soo dabo marmarka qaarkood waxay ku dabayaan dadka qaarka ay og yihiin inay wahaabiyada nacib yihiin waxay leeyihiin wahaabiyadan la wada dagaalamayna cadowgeena koobaad waa wahaabiyo wahaabiyo aan iska celin wadaadkii xanaaqsanaaye wahaabiyo u xanaaqsanaaye meel uu maro la'aa waaba kaaba shiicada garab orday war maxaad rabtaa wahaabiya lala dagaalamay war wahaabiya ku dhaanta shiicada warka waa ku dheeraaday culimadan uga baxaya maxay rumaysan tahay raafida taariikhdeedu waa taa laakiin maxay rumaysan muctaqadaadkoodu maxay yihiin sheekha ka wari doon hadaw billahi tawfiq sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada